إذن كانت اليوم الدورة العادية لمجلس الشهادة التقديمي مواد نون أكتوبر 2024. المحور الأساسي للدورة هو المصادقة على الميزانية، وتم الحمد لله المصادقة والمصادقة بالأغلبية على ميزانية الجهة لسنة 2025. كان أيضا مناسبة للدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات، على رأسها اتفاقيتين أساسيتين مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وكذلك مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، من أجل دعم طلبة الجهة بمنح إن شاء الله، ومن أجل أيضا أن يكون هناك توجيه أكثر وتشجيع الطلبة للتوجه إلى هذه المسارات العلمية والتقنية بامتياز. كان هناك أيضا اتفاقية شراكة تخص بناء سوق السمك بالجملة بسيدي فني وبناء سوق السمك بتقسيط بطنطان، وهي أيضا اتفاقية مهمة ترم إلى يعني تعزيز الدينامية الاقتصادية داخل الجهة وخلق نتمنى إن شاء الله فرص الشغل، وأيضا يعني تجويد الخدمات فيما يخص يعني حلقات بيع السمك داخل المدار الجهوي. كانت اتفاقية إطار تخص الكوارث الطبيعية والفيضانات مع وكالة الحوض المائي، وهنا كنستحضروا بطبيعة الحال الفيضانات الأخيرة داخل الجهة والآثار ديالها في بعض الجماعات والدواوير بالمدار الجهوي، وكنستحضروا أيضا التدخلات التي تقوم بها السلطات مشكورة والتي أيضا تقوم بها الجهة عبر واحد العدد ديال البرامج المهيكلة. وكان بالتالي تمت المصادقة على اتفاقية إطار للحد من أو لمواجهة الكوارث الطبيعية والفيضانات، اتفاقية إطار أخرى للنجاعة الطاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وكان أيضا اتفاقيات تخص أو اتفاقية تخص التسويق الترابي مع مركز أو مكتب الجهوي للاستثمار اللي هي أيضا جد مهمة، وأخيرا اتفاقيتين واحدة مع اليونسكو من أجل الحفاظ على المهن والممارسات التقليدية بالجهة، وفيها مبلغ ديال 3 ملايين درهم ممولة من طرف الجهة، وأخرى من أجل التدرج تكوين وتدرج المهني دائما مع الحرفية ممولة يعني نسب النسب ما بين الجهة ووزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية. الحمد لله أجواء ممتازة، تدخلات ممتازة للجميع، وبالتالي انتهت الأشغال ديال دورة أكتوبر 2024. شيء يعتبر ذلك يعني ماذا تقولون على يعني أصبحتم تبثون الدورة مباشر؟ هي أولا دورات بحكم القانون هي مفتوحة للجميع، هي عمومية، وبالتالي لم يكن قط يعني إقفال الدورات على العموم، فقط يمكن أيام الكوفيد نظرا للظروف الصحية آنذاك. البث المباشر بطبيعة الحال الجهة أيضا تنفتح على المواقع الاجتماعية وعلى استعمال الرقمنة، والبث المباشر بطبيعة الحال يسمح للساكنة أن تتبع أشغال الجهة وأن خصوصا أن تتعرف على ما تقوم به الجهة والاتفاقيات التي تصادق عليها الجهة، لأنها في الأول والأخير هذه الاتفاقيات كلها يعني تصب في الصالح العام وفي إطار إن شاء الله النهوض للتنمية داخل الأقاليم الأربعة. سيد الرئيس، بالنسبة للمكان ديال انعقاد الدورة السابقة كان إقليم أزهر، طرح تساؤلات مدينة طنطان حول إمكانية عقد إحدى الدورات القادمة في مدينة طنطان. لا، هذه في حقيقة مبادرة ثمنها الجميع ديال أن تكون دورات كل مرة في إقليم، وكان اقتراح في يوليوز 2024 أن تكون في إقليم أسا، وهناك اقتراح من طرف المكتب. بطبيعة الحال الدورة المقبلة أو ما بعدها إن شاء الله سوف تكون بإقليم طنطان، وبعد ذلك سوف إن شاء الله نعود إلى إقليم سيدي فني. أنا أظن أنها يعني
كما قلت في البداية هي مبادرة محمودة وحميدة وعندها أثر إيجابي على الكثير من الناس إن شاء الله.